انا كنت محمد على اليوتيوب وعندنا فيديو افضل افكار يوميه ممكن اعملها في البيت. كان ده الفيديو عاوزك تشترك في القناه نصيحه 100 مشترك واضغط لايك نصيحه اكبر عدد من اللايكات. يلا نبدا الفيديو. بدانا الفيديو باول مشهد، جاب الكرتونه راح جابها، بعد كده قصها من فوق، بعد كده راح قصصها، راح كده حاططها تحت البتاع اللي بيقطع عليها الخضروات وكده. يعني انت مثلا لما تيجي تقطع حاجه بدل مثلا ما ترميها، لا تحط البتاع دي وتحطها بالسكينة والزجاجة تروحوها على طول. دي البتاع بيدينها تلجلج منه كده، بتتهز منه. راح جاب السكين وحطه هنا وهنا، دلوقتي ايه مش عندي بتتهز تاني. جاب بتاع بتشيل الرز وبتاع، وبعد حط البيضة عشان يشيل ايه المادة البيضة ايه اللي جوه البيضة. لو انت مثلا مش بتحب الصفار بس. دي جاب 3 ليمونات بدون بايظين وكده، بعد كده جاب كام، جاب 5 يبخلات بايظين واللي جات. بعد كده جاب ورق، بعد كده هيلفهم فيهم، راح لففهم هم، هنشوف دلوقتي يعمل ايه فيهم في الآخر. راح لف 5، بعد كده راح حاططهم في الكيسة، بعد كده راح رابطهم. هتلاقي بقى الفرق بين البايظين والبكاوي بعد فترة بعد ما حطهم في التلاجة وكده، هيوريني ايه اللي حصل في الآخر. بعد كده راح شايلهم مش باظ، يعني بقول لك ايه، انا حطيتهم من غير لفة ورق في اللون اللي باظ باظ، دي حط لفة ورق راح ايه معمول مش باظ. دي راح جاب جزازة وقطعها، بعد كده قطعها ولبسها في بعض، وجاب الخضروات وحطهم فيهم. طب ايه بقى ايه الفكرة بقى في ده كله؟ هنشوف دلوقتي. جاب برضو كل الأحجام، بعد كده راح مقطعهم، قطع الخضروات دلوقتي هنشوف دلوقتي هيعمل ايه بيهم. بعد كده راح هيحطه في الجزازة، حطهم في الجزازة اهو. هنشوف دلوقتي بقى ايه الفايدة بقى حطهم في الجزازة. لو حاطط كلهم في الجزازة أول حاجة، حاطط كلهم في الجزازة وحاطط في التلاجة. يعني مثلا مثلا بدل عايز تفرق بين الخضرة والخضرة عشان مش يلمسوا بعض ولا يحصل فيهم حاجة، لا خليهم جنب بعض. دي السمكة عشان نمسك بيها كده، دي بتاع ايه بتلمس ايده. ممكن دلوقتي تخترع لنا حاجة اللي هو مثلا ايه مش تلمس ايده خالص. راح اعملها، بعد كده راح اعملها بالولاعة، قطع اللي بتاع من فوق، قطعه الغطا، بعد كده دخل فيه بتاعة الشوايه بتشوي. هنشوف دلوقتي يعني انت مثلا ايه اشوي عشان ايه اللي بتاع مش تلمس ايدك خالص كده، ايه مش تلمس ايدك، هذا انه يشوي ويقلب السمك وكل حاجه، وفي الاخر ايه مش هتلمس ايديه. دي جاب برضو ليمونه هنقصها دلوقتي نصين، قصها نصين. اوكي جاب البتاع ديت، هتلاقي مثلا بدل ما تعملها بيدك لا تحطها بينهم وتحصرها ايه، تتك عليها جامد تروح عصر على طول، تروح عصر ايه على طول. دي جاب برضو القهوة، حط عليها مية، بعد كده بقلب فيها، بعد كده جاب كوب، ادلي كوب لبن حطه فيها. طب ايه الفكرة في كل، بعد كده نرش بقى اللبن، نرش لفترة، بعد كده حطه في الميكروويف، حطه، بعد كده طلعه